السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شلونكم شباب؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وبسلامه. ورجعنا فيديو جديد من لعبه فورتنايت من تحديات الاسبوع الثامن. وهذا التحدي بالتحديد راح يطلب منك اشياء معينه ان شاء الله. بس قبل ما نبدا بالتحدي وشرحه، لا تنسون اللايك والاشتراك وفعلوا جرس التنبيهات، دعموني بكود الاتم شوب اللي يظهر على يسار الشاشه. وراح نبدا بالتحدي اللي راح يطلب منك انه تأجج الكام فاير او النار، راح تأججها، واللي راح يكلفك 30 متر ياس، وراح تستهلك التفاح وراح تستهلك المشروم. وطريقة التحدي راح يكون بالفيديو كالتالي. مثل ما تشوفون راح يكون اماكن متواجدة للتفاح بكثرة، راح يكون هذه المنطقة واللي هو فوق من منطقة مزرعة الجنون، وراح تروح على هذا المكان ايضا راح يكون موجود كامب فاير وتأجج النار ب 30 متر ياس، يعني موارد، يعني الموارد لازم تكون خشب، 30 من الخشب، وراح يكمل عندك خطوتين من هذا التحدي. ونجي للمكان الثالث، يعني او الشيء الثالث اللي مفروض انت تسويه، وراح تروح من ايضا قريب من هذا المكان، راح تروح لهذا المكان واللي راح تلقى بالمشروم، وراح يكمل عندك التحدي باسهل ما يكون وبلعبه واحده. راح تاخذ هذا المشروم ويكمل عندك التحدي ان شاء الله. اتمنى عجبكم الفيديو، لا تنسون لايك واشتراك بالقناه وتفعيل جرس التنبيهات. كان معكم هنتر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.